البرنامج هذا ممنوع لأعمارهم أقل من 12 سنة. كما قلت لكم اللول عمري ما نسلم في الغنيمة متاعي، ديما كنا فريق ضد فريق. إني تعلمت نكون مع الفريق الأقوى، هيك حما ولد خالي هيك علمني. ذكرت وعلى غرادة درت، قلت ورايا يا حسرة يا مسرقنا سويني، حد ما يعبي كروشنا. فرحتنا الكبيرة كانت أيام العرس، أمنيتي كنت نخوها، أما ويني وين أياماتنا؟ كنت أمنيتي نرى طلتها في العرس ويهبطوا عليها بالبوس. على حكاية البوس شكون ما يتذكرش؟ يجوك بنات مزيانين على اعتبار إنك صغير وما تفهم شيء ويغدروك، أما توا كبرت وحبيتها. كليت لي عقلي وقلبي وكل حاجة فيا. أمنيتي كنت نراها بالحنة والحرقوس والصبايا دايرين بها، وهكاكا ويشدني الضحك. وتذكرت لقطة إني مازلت نذكر، نراها في الدنيا ظلمت بين عينيا، ما نرى في حتى شيء، نراها كان في العبيد وإلا السيد العبيد دايرين بيا. ما فهمتش الحكاية شكونهم ويكلموا فيا، وصيح عياط صيح عياط صيح بطريقة مش عادية. كنت مركز معاهم وهني في عز التركيز، ضهبت عليا واحدة من البنات وتهزني. لحظتها ما نعرفش وين هزتني ولا وين ماشيين، غير إنه معاها هكيكة ونرى في الدنيا ضويت من لولو جديد. هزيت السيجارو هيك عليه. كنت حابوا تعرفوا بقية الحكاية، هي عايشة ولا حما اللي هزها؟ استنونا في الحلقة الجاية.